حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفداة حفظه الله ورعاه مادبة الغداء التي اقامها اخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تكريما لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بمناسبة انعقاد القمة الخليجية وذلك في قصر الدرعية بمدينة الرياض وفي ختام مأدبة الغداء ودع حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أخاه خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس